السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايزة أستفتي حضرتك في شيء. اتفضلي. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ايه، هو ليس هكذا لفظه، انما لفظه كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. ايه السؤال؟ لاقت من زوجها العذاب والقهر مدة 8 سنوات، وفي الله. الآخر انفصلت عنه أيه. بعد أن أصيبت بالعمى تقريبا. بالعمى. عمى، يا لطيف يا رب. ولكنها تركت أولادها عنده. وبعد ذلك وبعد ذلك هي تخاف أن ربنا يحاسبها بيهم بأولادها. هي أصيبت بالعمى، في أكثر من كده يعني، من أذاه لها أصيبت بالعمى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. أسألك الدعاء لها يا شيخ. الله يعافيها يا رب، ويسلمها ويثبتها فرج عنها. ويفرج عنها ربنا. الله يهدي قلبها ويصلح حالها، يدخلها الجنة، تعرفها لها، نحن وإياكم والسامعين والسامعات.